قال دبلوماسي غربي إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وكوريا الجنوبية واليابان باتوا أقرب إلى التوصل إلى صيغة قرار دولي لتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها النووية والصاروخية. في هذه الأثناء رفعت القوات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة تأهبها تحسبا لأي تحرك عسكري مفترض من قبل بيونغ يانغ بعد إعلانها الانسحاب من اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها استدعت مزيدا من قوات الاحتياط والطائرات للقيام بعمليات مراقبة ستتركز فوق المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن رئيس باراك أوباما يريد تجميدا شاملا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية دون أي استثناءات. وجاء ذلك إثر محادثات بين كلينتون ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في واشنطن. رغم عدم حضور الرئيس مبارك، فإن مصر شكلت بشقيها الدبلوماسي والأمني حضورا طاغيا في واشنطن استمر يومين. ففي الخارجية الأمريكية التي تعرف أهمية الدور المصري في القضايا الإقليمية والدولية، أقر الجانبان المصري والأمريكي بضرورة إزالة العقبات التي تعترض مسيرة السلام وفي مقدمتها قضية النشاط الاستيطاني. فيما يتعلق بالمستوطنات، فالرئيس أوباما كان واضحا خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، فهو يريد وقف الاستيطان بأكمله وليس بعض المستوطنات. نحن نعتقد أن مصلحة الجهد الذي نبذله يتطلب وقف توسيع المستوطنات، وقد أوضحنا ذلك ليس للإسرائيليين فحسب بل للفلسطينيين أيضا. العقبة الثانية التي أثارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أظهر خلال لقائه الأول بالرئيس أوباما نفورا من فكرة الدولة الفلسطينية التي يسعى المسؤولون الأمريكيون والمصريون إلى إنجازها عبر التفاوض. فماذا لمس الوزير أبو الغيط خلال لقائه بالوزير كلينتون؟ أستشعر أن هناك رغبة أمريكية حقيقية في دفع الأمور وإطلاق جهد سلام، ولا أقول عملية سلام لأننا كررنا عليهم أن لفظ عملية السلام استغرق 17 عاما منذ مؤتمر مدريد في أكتوبر 91. اليوم نحن نحتاج إلى جهد سلام حقيقي يحقق هدف الدولتين، ولكن يعطي الفلسطينيين الحق في دولة بازغة ذات أراض متصلة يمكن من خلالها تحقيق أملهم. ويعول الأمريكيون على المصريين في مسألة هامة هي إدخال حماس ضمن سيادة السلطة الفلسطينية وما يتبع ذلك من اعترافات ترى أمريكا استحالة قيام الدولة الفلسطينية من دون الحصول عليها. هناك جهد مصري جاد، ونستشعر أن هناك إحساس من قبل الإخوة في فلسطين سواء على مستوى حماس أو فتح بالحاجة لإنهاء هذا الوضع. الأيام هي التي سوف تكفل كشف الحقيقة، هل هم فعلا راغبون للدفاع عن مصالح شعبهم أم أن هناك مصالح ضيقة تحكم هذا الطرف أو ذاك. تلك هي مصر الدولة الحليفة والتي كما يقول الأمريكيون دائما تتمم مساعيهم في تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط. أما مصر الأخرى المهمومة بقضايا حقوق الإنسان فسيكون لها يوم آخر، ذلك عندما تلتقي الوزيرة هيلاري كلينتون وهنا في الخارجية الأمريكية يوم الخميس بمجموعة كبيرة من الناشطين المصريين في مجال حقوق الإنسان الذين أتوا من مصر لإظهار انتقاداتهم لسجل الحكومة المصرية في مجال الحريات العامة. لقمان أحمد، بي بي سي، من مقر الخارجية الأمريكية واشنطن.